وسهلا بكم إخواني وأحبائي الأعزاء المشتركين بالقناة والمتفاعلين مع برنامج تعليمي للأورك بأشهر الأغاني العربية والمغربية وكذلك تعريب المقامات العربية. دائما أطلب منكم سبسكرايب واللايك والشير لتدعمونا ولنواصل أكثر وأكثر، وعلى الراغبين في الدروس الخاصة التي فيها تفاصيل أكثر وجزئيات وبطيئة أكثر فالمرجو الاتصال على الواتساب. اليوم سنقوم بشرح المقدمة الموسيقية من أجمل الأغاني العربية للفنان جورج وسوف كلام الناس، فابقوا معنا لتستفيدوا. المقدمة الموسيقية لأغنية كلام الناس للفنان جورج وسوف هي في مقام كرد على الري، والكرد على الري بهذا الشكل. والكرد على الري يتكون من سي بيمول والمي بيمول كعلامات في السلم الموسيقي. الآن سنبدأ بالأدليبي أي الموسيقى بدون إيقاع، ثم ندخل إلى إيقاع بلدي على سرعة 92 ونعزف المقدمة الموسيقية كاملة، ثم نشرحها بالنوتة الحرفية البطيئة. كانت هذه المقدمة الموسيقية، الآن سنشرحها بالنوتة الحرفية البطيئة. بداية نبدأ غي غي لا صول لا صول فا صول فا، والجواب بالناي غي مي فا مي غي مي فا مي غي مي فا مي غي 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 لا صول لا صول فا صول فا غي مي فا مي غي مي فا مي غي ré ré si la si la son mi bicar fa son la son fa ré mi fa son fa mi mi ré do. ثم دو لا دو ري ندخل إلى الإيقاع، دو لا دو ري ندخل مع الإيقاع مباشرة، فا ré مي فا مي مي نعود المي بيمول، مي دو ري مي دو لا دو ري. طبعا يكون في الأغنية هناك توزيع، لكن احنا يعني حاولنا أن نبسط الأمور. نعيد مد الدخول، دو لا دو ري دو لا دو ري فا فا ري مي فا، هنا المي بيكار مي بيمول مي مي دو ري مي، ثم نعود إلى ري دو لا دو ري، ونبدأ في سولو الساكس فا مي فا مي ري، دائما الأجوبة دو لا دو ري فا مي فا مي ري سول فا سول فا مي سول فا سول فا مي لا سول لا سول فا سول فا سول فا مي فا مي فا مي ري، وخروج الكمانجات ري مي فا سول لا سي ري دو ري سي دو سي دو لا سي لا سي صلا صلا، هنا لا بيمول لا بيمول صلا صلا
لا سلطة فاميغي. نعيدها مرة أخرى. ريمي فا سول لا سي ري دو ري سي دو سي دو لا سي لا سي سول لا سول لا. On a la bémol, sol la sol la, la sol fa, fa mi ré. والخروج طبعا للغناء بهذا الجواب فا سول لا فا مي ري فا سول لا فا مي ري. أتمنى أن تكون هذه الحلقة مفيدة لكم ومشروحة بطريقة جيدة، وانتظرونا إن شاء الله في حلقات أخرى. مع السلامة.